كلنا كان عارفوا أن الدولار هو العملة الوطنية الرسمية للولايات المتحدة منذ ستيوليوز 1785، وهو اللي مهيمن ومسيطر على أسواق المال العالمية، أكثر العملات تداولاً في عالم الأسواق والتجارة. وهذا يخلينا نتسألو كيف كتصنع هاد العملة وكيفاش نفسرو هاد الهيمنة. أشنو هو الدولار؟ الدولار الأمريكي كيتعتبر هو العملة الأقوى في العالم، وهو مدعوم من قبل اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية اللي كيتعد ثالث اقتصاد في العالم، ويستخدم الدولار الأمريكي كعملة عالمية. وتم الاتفاق على تحديده لأول مرة كعملة عالمية في اتفاقية بريتون وودز عام 1944 ميلادية، ويرمز له بهذا الرمز. يوجد من عملة الدولار الأمريكي كاي عملة أخرى كان عرفوها عدة فئات، هي 5 دولار و10 دولار و20 دولار و50 دولار و100 دولار، وديما كتعاود طباعة العملات بنفس الطريقة دائما، حيث تتم طباعتها بنفس الحجم والتصميم والصور التاريخية. كما تشمل العملات ميزات وعلامات أمان محفوظة لتجنب تزويرها، ومنها علامة مائية عمودية تتم رؤيتها عند إمساك العملة في الضوء، وعلامتين مائيتين رقميتين على فئة الخمس دولارات، وحبر مطور يتغير لونه عند إمالة الورقة النقدية. نعطيه واحد اللمحة تاريخية على هاد العملة، حيث كيعود أصل تسمية الدولار إلى عملة التالير الفضية اللي سكها الكون ستيفان شلاك في القرن الخامس عشر الميلادي بعد اكتشافه لمنجم الفضة في منطقة بوهيميا الواقعة في جمهورية تشيك الحالية. وبعد هذيك الوقت انتشر استعمال هذه العملة المعدنية في باقي أرجاء أوروبا، ثم انتقلت مع المهاجرين إلى المستعمرات الأوروبية في أمريكا اللاتينية حيث عرفت بالدولار. لكن النسخة الأمريكية الأولى من الدولار الحالي ما غتعرف حتى العام 1690، وطبعت على الورق في المستعمرة البريطانية ماساتشوستس. وبعد استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا، أصدر الكونغرس في 6 يوليوز 1785 قانوناً كيجعل الدولار عملة وطنية. وقبل ما تكمل الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدير لايك، حيث هذا بمثابة دعم لنا باش نستمروا في نشر المزيد إن شاء الله. كيفاش نفسروا هاد الهيمنة ديال الدولار على الأسواق المالية العالمية؟ بزاف ديال الناس والمهتمين كيشوفوا هيمنة دليلا على قوة الاقتصاد الأمريكي مقابل باقي الاقتصادات العالمية، وحدين اخرين كيشوفوا في استحواذه على المنظومة النقدية العالمية تجلي لغطرسة أمريكا وسطوتها العسكرية، في حين أن هيمنة الدولار جت بسبب تتمتع الدولار الأمريكي منذ توقيع اتفاقية بريتون وودز عام 1944 بوضع العملة النقدية المسيطرة على المنظومة النقدية الدولية. وباقي لحد الساعة العلاقات النقدية الدولية تشهد على هيمنته المطلقة على هذه المنظومة، فهو العملة النقدية الرئيسية في العملية التجارية والمالية الدولية في جميع أنحاء العالم، حتى في العمليات اللي ما كتكونش فيها الولايات المتحدة طرفا فيها. فعلى سبيل المثال 80% من صادرات كوريا الجنوبية وتايلاند مقومة بالدولار، في حين أن 20% فقط من صادرات البلدين موجهة للسوق الأمريكية، وتقوم 70% من صادرات أستراليا بالدولار، في حين كنلقاو أن نسبة صادراتها المتجهة إلى أمريكا لا تكاد تبلغ 6%. ويستخدم الدولار في 85% من عمليات الصرف عبر العالم، وتبقى السلع الأساسية وعلى رأسها النفط مقومة ومؤدى عنها بشكل شبه حصري بالدولار. ويبقى الدولار أهم أصل في احتياطات البنوك المركزية، فوفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي يمثل الدولار عبر السنين ما لا يقل عن 60% من احتياطات الصرف في العالم. وبهذا الشيء كيتوفر الدولار على امتياز هائل، بحيث بهالطريقة منحت الولايات المتحدة نفسها بفضل اتفاقية بريتون وودز امتيازا هائلا. حسب تعبير وزير المالية الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان في المؤتمر النقدي الذي نظم بطوكيو عام 1964، وبفضل هذه الامتيازات المتمثلة في احتكار إصدار العملة الدولية، قدرت الولايات المتحدة وما يزال باستطاعتها أن تسمح لنفسها بعجز ضخم في ميزانيتها،
وصفه الاقتصادي الفرنسي جاك رواف بعبارة عجز دون دموع، لأنه لا يؤدي في النهاية إلى أداء أي مقابل للخارج. ومن ثم تمكنت الولايات المتحدة كما يرى المؤرخ الأمريكي هارولد جيمس من استيراد السلع والخدمات بما فيها تلك الضرورية لوجودها العسكري بالخارج دون أن تضطر حقيقة إلى أداء ثمنها إلى الآن على الأقل. إذ يكفي أن تطلب الإدارة الأمريكية من الاحتياطي الفيدرالي أن يضخ المزيد من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي عبر إقراض الأفراد والشركات والحكومة كي تتمكن الولايات المتحدة من التمتع بسلع العالم وخدماته. وكيفاش كي تطبع الدولار وفين؟ كتعد عملية طباعة العملات في مكتب النقش والطباعة من أكبر عمليات طباعة العملات في العالم عن طريق مرافق توجد في العاصمة واشنطن وفورت وورد في تكساس، وبدأت خدمتها في عام 1862 بطرق وآلات يدوية، ولكنها تطورت مع تطور التكنولوجيا. وهي ليست مهمة سهلة، فهي كتطلب عاملين مدربين وخاص تكون عندهم مهارات عالية واستخدام معدات خاصة وتقنيات طباعة القديمة والحديثة. كتعتبر وزارة الخزانة الأمريكية الجهة المسؤولة عن طباعة العملات الورقية وسك العملات المعدنية بإشراف مكتب النقش والطباعة ودار سك العملة الأمريكية، حيث كيطبع مكتب طباعة النقش مليارات الدولارات كل عام، وكتعتبر احتياطا فيدرالية للدولة حيث كيتم تسليمها في كل عام لنظام الاحتياط الفيدرالي. ويوجد أكثر من تريليون دولار من الأوراق النقدية الفيدرالية المتداولة، وذلك وفقا لمجلس الاحتياط الفيدرالي. وكيوضع المجلس المبالغ المالية أو النقدية اللي كتحتاجها البنوك بشكل إلكتروني في حسابها، كما كيوضع سعر الفائدة المناسب. وفاش كيكون عند البنوك فائد نقدي فإنها تعيده إلى الاحتياط الفيدرالي. وكإشارة كيدخل في صناعة ورقة عملة الدولار القطن بنسبة 75% و 25% من الكتان. وما تنسوش تشاركوا معنا آراءكم واقتراحاتكم في الكومنتار. وقبل ما تكمل الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ودير لايك، حيث هذا بمثابة دعم لنا باش نستمروا في نشر المزيد إن شاء الله.